بالمناسبة ديال هذا الافتتاح الصالون ديال الأخ وليد الصديق ديالنا وابن الحومة، كنتمناو له التوفيق إن شاء الله في الميدان ديالو الحلاقة. وشنو نقول لك، واحد هذا الصالون كيتصنف من أحسن الصالونات في الإقليم، وعندنا الشرف يكون عندنا هذا الصالون هذا في الحومة ديالنا وفي الحي ديالنا. وسي والد فيه واحد السكينة، والشباب ديال الحومة اللي كيقولوا بأن كاين أثمنة مناسبة وكاين صالونات عاديين. غير هو كنتمناو له التوفيق والتوفيق والتوفيق لسي والد. الاسم ديال الاسم يبارك في الصالون ديال سي والد بن يمين، بن يمين الحفيد ديال السي حفيد بوعلان. متمنية ديال كاس عبد الرحيم كنتمناو لسي والد التوفيق ان شاء الله في هذا الميدان، ويزيد يطوروا يطوروا اكثر 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 ان شاء الله. في اطار المتعه سي عبد الرحيم، واش ممكن مثلا الا جيتي بغيتي تحسن يحسن لك فابور، ما عرف يبغي ولا ما يبغيش؟ لا داكشي السي ميمون باش ما حسنتش كنستنى حتى انا ما حسنتش بالعالي باش كنستنى السي والد يقول لك تحسن. باش تقول له خويا والد سيدي، حنا ما نكذبوش على الناس، كنقدموا المساعده بنان محتاج خصاتو شي حاجه على الراس والعين، ما ندوزو حتى شي واحد عنده يجي يحسن، ما عندوش يجي يحسن، اللي يبغى شي حاجه نديروها له مرحبا، ما يلقى حتى شي مشكل معنا بنادم. عبد الرحيم كلمه اخيره باش ننهيو هذا السيد موسى. نقول لك السيد موسى كنتمنوا ان شاء الله الدراري شباب اخرين يكونوا عندهم نفس الطموح ديال الاخ وليد، يستقروا في البلاد ان شاء الله ويديروا المشاريع هذو ان شاء الله. السيد موسى وراه كاين مؤسسات الحلاقه اللي فتحونا في الدريوش، وكنتمنوا الدراري يلتجئوا يمشيو يتعلموا الميله ديالو، واخا كان عنده فئه فكره يخرج ارض الوطن ولا يدي مع الحرفه ديالو، يدي مع الدبلوم ديالو اللي غادي يساعدوا على بعض ان شاء الله. التهيئة ديال التجهيز كان في المستوى كبير، في المستوى سي والد، وكان عاد باقي شي تجهيزات كان مع الحجر الصحي وهذا راهي في كازا عاد ما توصلش بها السي والد ان شاء الله، وعدنا بها غادي تكون هنايا في المحل. والناس اللي بغاو يتعرفوا على المحل فين كاين، كاين في جزيئة الهناء قرب مقهى الهناء الشارع الرئيسي، كنوصلوا لمقهى الهناء كنديروا ندخلوا على الشارع مباشرة كتلقى المحل ديال السي والد حي السعادة جوج ان شاء الله.